السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكاية جديدة. وقبل ما نبداو الحكاية وباش ما يخطانا صواب، لابد نقولوا شكرا لأي واحد كياخذ من وقته وكيجي يتفرج في الفيديوهات ديالنا وكيخلي لايك وتعليق وكيبارطاجي مع العائلة ومع الأصدقاء. والناس اللي جداد في القناة مرحبا بكم وبقاو تتعشاو. وحتى الناس اللي كيتفرجوا وما كيتابونا وما كيديروا لا لايك ما كيخليو كومونتير ما كيبارطاجيو، حتى نتوما مرحبا بكم. رمضان هذا أرب الراحة. أيوة ما نطولش عليكم وندوزوا للحكاية ديالنا. كان يا ما كان يا سادي كرام في سالف العصر والأوان، وكان حتى كان العمي خيط الكتان، والزحاف ينقز الحيطان، والبكمة تجيب الخبر ما بين الجيران. حتى كانت لالا ستوت لمتوت الله يرحمها يوم تموت، تدوز من عين البرا وتقول واسعة عليا، وتدوز من عين المخيط وتقول ضيق عليا. وحتى كان الطاق والطرطلاق والطاجين المشحر على الوراق ناكلو أنا وهذا الرفاق. يحكى يا سادة يا كرام أنه في واحد القرية بعيدة كان واحد السيد سميتو عمر، وكانوا الناس ديال هذه القرية كيعيطوا عليه كحل العفطر. علاش؟ لأنه كان سمر اللون، والناس ديال القرية كاملين كانوا كيعتقدوا أنه كيجلب ليهم السوء والنحس والمصائب، وحتى واحد ما كان كيبغي يتعامل معاه ولا يتصاحب معاه ولا يخدم معاه. وكان اللي كيتلاقى معاه في شي طريق كيقول صبحنا الله وكيبدل الطريق. وحتى البيع أو الشراية في السوق لكان هو أول واحد غادي يشري من عندهم ما كيتسفيلوش به. هل اللي كيعيط عليه المنحوس؟ هل اللي كيعيط عليه الميمون؟ هل اللي كيقول ليه القواس؟ هل اللي كيقول ليه كحل العفطة؟ وكل واحد باش كيسميه. وكأن هذا السيد هذا نازل من شي كوكب آخر. وبين قوسين هذه المسألة هذه من مظاهر الشرك وكتسمى التطير ولا الطيارة. وفي آخر الفيديو غادي نرجعوا لها. المهم عمر مسكين كان كيعاني الأمرين من التعامل ديال هاد الناس ديال القرية، لدرجة أنه المسكين بدا كيقتنع فعلا أنه منحوس وأنه ميمون وأنه قواس. واحد النهار من يامات الله يا سادة يا كرام، الرجال ديال القبيلة كانوا مجموعين وكيحصدوا في الأرض ديال المقدم. عمر بحال كاع الرجال ديال القبيلة جال عندهم وقال لي ما ودي واش نقدر نعاونكم. الرجال اللي كانوا تما حتى واحد فيهم ما جاوبوا، وكل واحد فيهم خشى راسو وسط من عنقه وكل واشنو تيقول، وكأنهم شافوا إبليس براسه واقف قدامه. عمر ملي شاف حتى واحد ما جاوبو دخل وسط منهم وبدا خدامه ما تسوق لتا شي واحد. واحد شوية واحد من دوك الحصادة اللي كانوا تما جبد السبسي ديالو وحمرو وتكيف مزيان، ملي سالا خوى السبسي هذيك الشقفة اللي كانت في السبسي طارت في النادر ديال التبن. بقات كتقدي بشوية 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 حتى شعلت العافية في النادر. طفية ما طفي هذيك العافية قدات هذيك الأرض كلها ما خلت فيها حتى شي حاجة. الناس ديال القبيلة في العون ما ينوضوا لهذاك اللي كان شعل السبسي ولاح الشقفة في النادر، مشاو ديريكت لعند عمر مسكين وبداو عليه يا المنحوس يا الميمون يا القواس يا الفاعل يا التارك، خرج بحالاتك ما تبقى ساكن معنا في هذه القرية هذه. وداعت الخبار في البلاد كاملة بأنه بسبب النحس ديال عمر تحرقت الأرض ديال المقدم. من بعد الناس الكبار والأعيان ديال القبيلة جمعوا مع بعضياتهم وقرروا أنهم يجريوا على عمر من القرية ديالو. عمر مسكين عيام يقول لهم نعلو الشيطان، أنا ما عندي تشي دخل في هذا الشيء هذا، ولكن الناس ديال القرية كل واحد فيهم شنو كيقول ليه وباش كيعايروا. هنا يا سادة يا كرام عمر عرف راسه أن هاد القرية هذه ما بقى لي فيها قعد، وعرف أنه فين ما غادي ترى شي مصيبة ولا شي فاجعة غادي يسبيوها فيه هو ويقول ليه بسببك أنت هاد الشيء ترى. جمع حويجاته وسد باب داره وسرح في أرض الله باش يقلب على شي بلاصة اللي غادي يعيش فيها ويسكن فيها. من هاد الدوار لهاد القبيلة ومن هاد القبيلة لهاد الدوار حتى وصل لواحد الجنان. بنت لي واحد شجرة كبيرة ومشي يتضلل تحت منها باش يستريح شويه. واحد شويه هو وقف عليه الفلاح مول داك الجنان، قال لي اش كدير هنا سيدي؟ قال لي ها ودي انا راجي من واحد القريه بعيده وكنقلب على فين نسكن وعلى فين نخدم. هذاك الفلاح قال لي ها ودي جابك الله، راه حتى انا كنقلب على شي واحد اللي غادي يعاونني في الارض هذه، الا بغيتي تخدم معايا مرحبا بك، وراه عندي حتى السكنه فين غادي تسكن. عمر مسكين هذا الشيء هو اللي كان كيقلب عليه وقال له بسم الله. بدا خدام معاه والامور غدا مزيانه وبخير وعلى خير. هذاك الفلاح كانت عنده واحد العوده الاصل ديالها مليح، والولاد اللي كتولد ليه كان كيبيعهم وكيصور فيهم شي رزيق. وفي هذيك الايامات كانت حامله وقريبه تولد. ملي وصل على الوقت ديال الولاده بقات كتزحم حتى ولدات. الوليد ملي خرج من الوعي ديال المصران ديالها، والوقيته اللي كانت كتولد فيها كانت بالليل وحتى شي واحد ما شافها. ملي صبح الصباح كيلقاو العوده والده، ولكن هذاك الوليد الصغير ملي تلوى عليه المصران جاف ومات. من بعد واحد المدة عمر كان سارح البهيم وخارج بهم باش يعلفوا. من بعد واحد شوية هو يتبدل الجو والسماء غيمات وضربت واحد الرعدة
وصفاتها لواحد العشرة ديال الغنم. دازت ليام عاوتاني واحد العجل صغيور كان كينقز حدا البير، البير ما كانش مسدود وهو يطيح فيه نيشان. هنا هذاك الفلاح بدا كيقول اش هادشي، وسبحان الله العظيم المصائب ملي كيجيو كيجيو كاملين في مره واحده، اش كاين ما كاين، حقه الواد عمر هو السبب. علاش؟ لانه هو البراني و100% هو اللي جاي معاه سوء الحظ، وهو اللي جاي معاه النحس وجاي معاه الميمون، علما انه الانسان غير اللي خدم عقله واحد شويه غير لقى هذا الشيء هذا كامل مقدر مكتوب، وعمر مسكين ما عنده فيه حتى شي دخل. الرعده اللي ضربات ديال الله تعالى، هذيك العوده مني ولدات ومات لها الوليد، الموت والحياه بيد الله تبارك وتعالى، وهذاك العجين اللي بقى كينقز حتى مات السبب ديالو ماشي عمر وانما مول الدار، لانه هو اللي خصو يغطي البير. ولكن حيت حنا دائما كنبغيو نحيدوا علينا المسؤوليه، خصنا دائما نسبيوها بشي واحد واخا يكون هذا الشيء اللي كنديروا شرك بالله تعالى. المهم هذاك الفلاح قال لعمر مسكين اسيدي من هذا النهار هذا ما بقى لك خدمه معايا، خلص لي داكشي اللي خدم معاه، وقال لي الله يعرضك السلامه. الناس ديال داك الدوار حتى هما ساقوا الخبر، وحتى واحد ما بقى بغى يقبل ان عمر يخدم معاه. وهكذا يا سادة يا كرام، عمر المسكين هرب من الظلم والجور ديال القبيله ديالو والقريه ديالو، جا لقاه قدامه حتى في هذه القريه هذه، ومشى سرح عاوتاني في ارض الله باش يقلب على فين يخدم وفين يسكن. من هاد الدوار لهاد القبيله، ومن هاد القبيله لهاد الدوار، حتى طاح في واحد السوق ديال واحد القريه، وبقى كيدور وسط من داك السوق وكيقلب على خدمه، حتى تلاقى مع واحد التاجر كيبيع التوام. قال لي واش بغيتي تخدم؟ قال لي عمر اييه راه داكشي علاش انا كندور في السوق. قال لي حتى انا كنقلب على شي واحد اللي غادي يخدم معايا، ولا بغيتي تخدم معايا مرحبا بك، بالحق راه ما عنديش السكنه فين غادي نسكنك. عمر قال لي ماشي مشكل، نخدموا بعدا والسكنه نشوفوا ليها حل من بعد. وداكشي اللي كان، عمر غادي يخدم مع هذاك التاجر ديال التواب، وغادي يقلب على واحد السكنه بعيده شويه من السوق، وباش يجي للسوق كان خصو دائما يدوز من وسط واحد الغابه، وهذا الشيء كامل ما نقص من العزيمه ديالو والو. علاش؟ لانه كان باغي يستقر ويعيش عيشه مهنيه. مشات ليام وجات ليام يا سادة كرام، عمر باقي خدام مع هذاك التاجر والامور ديالو طيبه وبخير وعلى خير، لدرجه ان هذاك التاجر ولا عاجبو عمر في الخدمه ديالو، ولا كيتيق فيه، وملي كيسافر يمشي يجيب السلعه من شي بلاد اخرى كان كيخليه هو في المحل، وملي كيرجع كيلقى المحل ديالو هو هذاك، الفلوس ديالو هما هذوك، والسلعه ديالو هي هذاك، ما ناقص حتى شي حاجه. وكان في كل مره كيرجع من شي سفر لابد يجيب لعمر شي هديه. هذاك التاجر كانت باقا عنده واحد البنت بلا زواج، وملي شاف داك المعقول والثقه والانضباط اللي كاينين في عمر، قال علاش لا ما نزوجوش بنتي. واحد النهار هو يعيط عليه وقال ليه جلس راه بغيت نهضر معك. قال لي هودي هذه مده وانت خدام معايا وما شفت منك غير الخير، داكشي علاش عندي واحد البنت باقا بلا زواج وبغيت نزوجها لك، ولا قبلتي غادي نكون فرحان لانني غادي نزوج البنت ديالي لواحد السيد معقول. عمر هو يقول ليه اللي بانت لك ديرها انا ما عندي حتى شي مشكل، وما غاديش نلقى احسن منك اللي غنتناسب معاه، راجل طيب ومؤمن، وحتى انا من نهار خدمت معاك ما شفت منك غير الخير. التاجر هو يقول ليه هي نتوكلوا على الله ونضربوا لك حلف البيض، ولكن هاد الزواج هذا ما غادي يكون حتى نمشي لواحد السفر ونرجع، وملي غادي نرجع ان شاء الله تكاتب انت والمراه ديالك وغادي تجي تسكن عندي في الدار. من بعد واحد المده التاجر مشى لهذاك السفر اللي كان خصو يمشي ليه، وملي رجع يا سادة يا كرام كيلقى البنت ديالو طايحه في الفراش مريضه ما كتحرك ما كتكلم. قال لمرتو مال بنتي شنو عندها؟ قالت لي هودي راه ملي مشيتي لهذا السفر وهي بحال هكا وما خلينا ما درنا لها، ولكن المسكينه راه باقا هي هي. هذاك التاجر ما خلى اطباء ما خلى حكماء ما خلى عشابه، وهذيك البنت مسكينه غداو كدبال والصحه ديالها غداو كدهور، وبقات المسكينه على هذا الحال حتى توفات والدم للامانه امانته. عمر ملي وصلته الخبر بقى فيه الحال بزاف على ديك البنت اللي كان غيتزوج بها، وحتى على التاجر اللي خدام عنده، وفي نفس الوقت بقى كيقول في خاطره يا ربي هاد الناس هادو حتى هما ما يقولوش ليا راه بسبب النحس ديالي توفات هاد البنت. مشى لعند التاجر وقال ليه البركه في راسك والله يعوض المحبه بالصبر. قال ليه اوليدي ما مشى معك باس والهلا يوريك باس، وهذا الشيء ديال الله تبارك وتعالى ما عندنا حنا ما نديرو، واللي بغاها الله هي اللي غادا تكون، ولله ما اعطى ولله ما اخذ، وانا لله وانا اليه راجعون. وحتى انت اوليدي اسمح لي بزاف لانني ما وفيتش معك الكلمه وبنتي توفات قبل ما تزوج بها. عمر ملي سمع الكلام ديال التاجر اللي كان عامر بزاف ديال الرضا بالقضاء والقدر ديال الله، وكيشوف هذاك التاجر كيفاش تقبل هذه المصيبه هذه اللي حلت عليه، وكيقارن ما بين الصبر ديال التاجر وما بين الناس ديال القبيله اللي كان ساكن فيها، وكيشوف ان التاجر ما قال ليه لا حيت انت منحوس ولا انت ميمون ولا انت كحل عفطه،
بالعكس تقبل هذه المصيبة اللي حلت به وعرف بأنها من عند الله تبارك وتعالى. وهذا الجواب خلاه يتخلص من واحد الحمل ثقيل كان هزو على عنقه، لأنه كيف ما قلنا في بداية الحكاية بدا كيصدق أنه فعلا منحوس وأنه كحل عفطة. مشات أيام وجات أيام يا سادة كرام، وعمر باقي خدام مع هذاك التاجر وعمى زاد عز عليه، وعمر عمد زاد الثقة ديالو في نفسه ولا خدام وهو مرتاح. وفي يوم من الأيام عمر كان راجع من السوق وغادي للدار ديالو ودايز وسط من الغابة، واحد شوية هما يبانوا ليه جوج ديال البنات جايين كيجريو سخفانين وكيلاتوا، ومرة مرة كيتلافتوا وراهم. عمر ملي شافهم في هذيك الحالة مشى لعندهم وقال ليهم واش نقدر نعاونكم بشي حاجة. البنات ملي شافوا عمر تخلعوا منه وسكتوا ما بغاوش يجاوبوه، وهو يقول ليهم ما تخافوا والو، انا راه ما غناديكم حتى شي حاجه، انا راه ساكن غير قريب هنايا وخدام في السوق في البلاصه الفلان الفلانيه ومع التاجر الفلان الفلاني، وكل نهار كندوز من هذه الطريق هذه باش نمشي للخدمه ونرجع للدار. البنات ملي هضر معاهم هكا بحال تاقوا به شي شويه، وهما يقولوا ليه بلي كانوا كيتنزهوا في واحد الحديقه وبالغلط دخلوا وسط من الغابه وتودروا ما عرفوش منين يخرجوا، وواحد شويه خرجت لهم واحد العصابه بغاو يشدوهم، داكشي علاش كانوا هربانين منه. قال لي ما عرفتش شنو غادي ديروا، انا غادي نزيد قدامكم وانتم تبعوني تنخرجكم من هاد الغابه هذه. بقى غادي بهم وسط من الشجر وسط من الغيب حتى وصلهم للدار ديالو، وقال لهم اودي الا بغيتوا تقدروا تبقاو هنايا وانا غادي نمشي نحضر هذوك العصابه حتى يمشيو في حالاتهم. داكشي اللي كان خلاهم في الدار ومشى درك في واحد البلاصه وبقى حاضي هذوك العصابه امتى غيدوزوا. واحد شويه هما يبانوا لي دوك العصابه كيقلبوا ويتصدوا في كل بلاصه، بقاو كيقلبوا حتى عياو ما لقاوش داكشي اللي بغاو وهما يزيدوا في حالاتهم. عمر فهم بان هذيك العصابه كانوا كيقلبوا على دوك جوج البنات، رجع لعندهم وقال لهم اودي العصابه راه كانوا كيقلبوا هنا وما لقاوكمش وراهم مشاو في حالاتهم، ولكن ما كننصحكمش انكم تمشيو من هنا في هذا الوقت هذا. البنات بقاو كيشوفوا في بعضياتهم وما عرفوا باش يجاوبوا عمر، وهو يقول لهم ما تخافوا من حتى شي حاجه، انا غادي نخليكم هنا في الدار وغادي نوريكم الفراش فين كاين والماكله فين كاينه، وغادي نمشي انا للسوق ونبات في المحل ديالي، وكل نهار غادي نجي نطلع عليكم ونشوف شنو خاصكم. وداكشي اللي كان يا ساده الكرام، عمر خلى هذوك البنات في الدار ديالو ومشى كينعس في المحل ديالو، وكل نهار كيكمل الخدمه كيمشي يطلع عليهم ويشوف شنو خاصهم ويتقدى لهم داكشي كامل اللي باغي. من بعد ما دازت 3 ايام البنات هما يقولوا ليه الله يرحم لك الوالدين على هذا التصرف والتعامل اللي تعاملتي معنا، الله يجازيك بخير، الا كان ممكن نمشيو معاك حتى نوصلوا للسوق، لاننا لو وصلنا للسوق غادي نعرفوا فين نمشيو والطريق اللي غادي نشدوا للديور ديالنا. وهكذا كان الغد ليه جا عندهم بكري شي شويه وعطى لكل وحده فيهم واحد الالتام وشدوا الطريق حتى للسوق. من اللي وصلوا البنات غير شافوا السوق وهما يعرفوا الطريق اللي غادي يشدوا باش يمشيو فحالهم، وهما يقولوا لعمر الله يجازيك بخير على هذا الخير هذا اللي درتي معنا وما عمرنا غادي نساو عليك. عمر هو يقول لهم على الراس والعين، وقت ما بغيتوا شي حاجه ها المحل انا فين خدام والتاجر اللي خدام معاه. من بعد ما داز اسبوع على هذه الواقعه هذه، عمر خدام في المحل ديالو واحد شويه غادي يوقفوا عليه جوج ديال المخازنيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. انت هو عمر؟ قال لهم ايه هو انا. قالوا لي سد المحل ديالك ويالله معنا لعند السلطان. عمر اللي شاف المخازنية وسمع السلطان برد ليه المفر كامل. قال لهم واش نقدر نعرف علاش؟ قالوا لي حتى حنا ما عارفينش علاش، الامر اللي جانا هو اننا نجيو لعندك ونجيبوك معنا. ملي وصلوا للقصر ديال السلطان، عمر مسكين رجليه ما بقاوش قادين يهزوه بالخلع. واحد شويه غادي يخرج السلطان ومبتسم. عمر ملي شاف السلطان مبتسم قال الحمد لله القضيه ما فيها لا نحس ولا ميمون ولا كحل العفطه عاوتاني. سلم عليه السلطان وقال ليه مرحبا بك السي عمر، واش عرفتي علاش عيطت عليك لهنايا؟ عمر مسكين قال ليه الصراحه ودي ما عرفتش علاش. السلطان هو يصفق بيديه وعيط باسم لالا شمس الضحى. واحد شويه هي تم خارجه واحد البنت ايه من الجمال. السلطان هو يقول لعمر واش عرفتي شكون هي هذه؟ عمر بقى كيشوف هذيك الفتاه الجميله وكيشوف انه كاين فيها واحد الشبه كبير من دوك البنات اللي كنلقاهم في الغابه، ولكن هذيك الساعه ما كانش بهذا الجمال هذا كامل. وهو يقول ليه واقيلا هذه البنت هذه وحده من البنات اللي كنت لقيتهم في الغابه. وهو يقول ليه السلطان اياه هي هذه، ولكن واش عرفتي شكون هي هذه؟ قال لي ودي الصراحه انا ما عرفتهاش، لقيتها في الغابه هي والصديقه ديالها ودرت معاهم الواجب. وهو يقول ليه السلطان هذا سيدي راه هي الاميره شمس الضحى بنتي، وهذيك البنت اللي كانت معاها راه هي الخادمه ديالها وريضه، وراه عودات ليا داكشي كامل اللي درتي معاهم والمعامله اللي تعاملتي معاهم.
وسولت عليك في السوق وعرفتك مع من خدام وما عودوا لي عليك غير الخير. داكشي علاش عيطت عليك وجدتك لعندي باش نعرض عليك الزواج من بنتي الأميرة شمس الضحى. عمر المسكين داخ وما بقى عرف ما يقول وما عرف راسه واش في حلم ولا في علم، واش هاد الشيء بالصح ولا غير الأحلام ديال ورا العصر. وهو يقول ليه اللي درتيها سيد السلطان أنا موافق عليها، وهو يقول ليه السلطان هي غير نتوكلوا على الله ونعيطوا على العدول باش يكتب الكتاب ونحدد الموعد ديال العرس إن شاء الله. وداكشي اللي كان يا سادة يا كرام، عمر تزوج بالأميرة شمس الضحى بنت السلطان ديال البلاد، وداروا واحد العرس كبير هضر عليه القريب والبعيد وتكلم عليه الغيب قبل من الحاضر. مشات الأيام وجات الأيام، السلطان غادي يعيط لعمر وغادي يقول ليها ودي غادي تحبس البيع والشراء في السوق لأنني غادي نعينك قيد على واحد القرية، وغادي تدي معك المرأة ديالك لالا شمس الضحى والخادمة ديالها، والوقت اللي احتاجيتي شي حاجة جيل عندي مرحبا أنا موجود. وسبحانك يا جليل، القرية اللي غادي تعين فيها هي القرية اللي تزاد فيها وكبر فيها واللي ماليها كانوا كيعيطوا عليه المنحوس القواس الميمون وكحل العفطة. وكأن الله تبارك وتعالى بغى يرجع الزمان لهذيك الوقت اللي كان فيها ويقول لهذوك الناس أن هذاك الشيء كامل اللي كنتوا كتقولوا على هذا السيد هذا ما منه حتى شي حاجة. في البداية عمر كان متردد واحد شوية لأنه كان خايف ليرجع عاوتاني لهذيك القرية ويعودوا يجريوا عليه، ولكن تفكر بأن عمر ديال هذا الوقت هذا ماشي هو عمر ديال شحال هادي، وتفكر أنه دابا مسخن كتافه بالسلطان ديال البلاد وحتى بالمنصب ديالو كقيد. توكل على الله ومشى استلم القيادة ديالو وقاد الأمور ديالو وجاب معاه مرته والخادمة ديالها باش يعيشوا معاه في الدار ديالو. وداعت الخبار ما بين الناس وكيقولوا باللي عمر رجع للبلاد، ولكن ماشي أي رجعة، وإنما رجع وهو مناسب مع السلطان وهو القيد ديال البلاد والآمر الناهي فيها. وهنا غادي يبان لك النفاق بأم عيني. هادوك الناس نفسهم اللي كانوا اتفقوا وقروا أنهم يجريوا على عمر من البلاد بسبت أنه منحوس وبسبت أنه ميمون وبسبت أنه كحل العفطة، هما نفسهم اللي رجعوا كيجيوا لعنده وكيباركوا ليه القيادة وكيتلصقوا كيتملقوا ويجيبوا معهم الهدايا لعل وعسى يرضى عليهم. لأن عمر ديال شحال هادي كان درويش ومسكين وما عنده حد، وكان هو الحيط القصور اللي جاي تخطاه، ولكن دابا ملي ولا هو القيد ومناسب مع السلطان ديال البلاد كل شيء ولا كيتبندق ليه وباغي غير يتقرب منه. لكن عمر كان عايق بهم وعارف كل واحد على الحقيقة دياله. استلم القيادة دياله وبدا خدام وكان ثابت وكيقضي ما بين الناس بالحق وبالعدل وما كيفضل حد على حد سواء كان قليل شانه ولا عالي شانه. مشات الأيام وجات الأيام يا سادة يا كرام، وعمر خدام مع راسه ما يتعدى على حد ما يظلم حد. وفي واحد النهار يا سيادي الواد غادي يحمل وغادي يجر معاه الخضر واليابس، واللي لقاها قدامه كيجرها معاه، وماتوا الناس بزاف وفسد الحرث وكانت واحد المصيبة كبيرة على ديك القرية. السي عمر ملي وصلاته الخبار شمر على دراعه ونزل بحاله بحال كاع الناس، اللي خاصو العوين كيعاونو واللي ضاحت ليه الارض كيعوضو واللي مات ليه شي حد عزاه وعاونو وفتح الدار ديالو للفقراء والمساكين الماكله والشراب من الصباح حتى العشيه، واللي خصاتو شي حاجه يحضرها ليه. المهم ما قصرش من جهده وما خلى حتى شي واحد خاصه شي حاجه، لدرجه ان الناس ما بقوش حاسين بالحجم ديال المصيبه اللي نزلت عليهم. من بعد واحد المده ومن بعد ما النفوس هدات وبدات الحياه كترجع بشويه بشويه للقريه، غادي يعيط الناس الكبار والاعيان ديال القريه واللي هما نفسهم اللي كانوا تجمعوا واتفقوا باش يجريو عليه من القريه ديالو. ملي جمعهم كاملين هو يقول لهم في نظركم شكون هو السبب في هذه الفاجعه هذه اللي حلت بينا؟ الناس الكبار والاعيان ديال القريه كلهم حضروا راسهم وحتى واحد فيهم ما قدر يجاوب. ملي شاف حتى واحد فيهم ما جاوب وهو يقول لهم انا غادي نجاوبكم، لو كان كنت انا عمر ديال شحال هادي كنتو غادي تقولوا انا هو السبب، ولكن عمر ديال اليوم ماشي هو عمر ديال شحال هادي. داكشي علاش حتى واحد فيكم ما قدر يقول حتى شي كلمه، وهذا هو الظلم والجهل والنفاق اللي فيكم. تحقروا على الدرويش وتخافوا من اللي عالي مقامه، جريتوا عليا من بلادي وبلاد جدودي بسبت انني ميمون ومنحوس، وانتم عارفين مزيان ان داكشي كامل اللي وقع ما عندي فيه حتى شي يد،
وفي العوض ما تحاسبوا هذاك اللي مشاش على العافيه في النادر، جيتوا لعندي انا لانني انا هو الحيط القصير. وفي العوض ما تنوضوا الضامن وتعاونوا وتخفوا على بعضياتكم هذه المصيبه هذه مجرين عليا انا بسبت انني منحوس وميمون. داكشي علاش كنتمنى انكم تتعلموا الا كانت شي حاجه راه من عند الله تبارك وتعالى، لانه هو اللي كيتصرف في الاحوال وهو اللي قادر يبيتها فشان ويصبحها فشان. ودابا انا المنصب ديالي كيسمح لي انني ندخلكم كاملين للسجن، ولكن انا ما غاديش نكون بحالكم ظالم وغادي نسمح لكم وغنعفو عليكم. ونتمنى ان هذا الشيء هذا ما يبقاش يتعود لا معايا ولا مع غيري. الناس الكبار والاعيان ديال القريه طلبوا السماح من عمر وزادوا في حالاته. وعاش عمر والمره ديالو الاميره شمس الضحى في تبات ونبات، وجابوا ولاد بنات ومشات حكيتي من واد الواد، وبقيت انا مع ولاد الجواد. وكنظن ان الحاجه اللي خصنا نتعلموها من هذه الحكايه هذه هو انها الظاهره ديال التطير اللي ولات كتفشى في المجتمعات ديالنا بشكل كبير، لدرجه ان الانسان ولا كيربط اي حاجه بالنحس وبالميمون وبالتقواس. والناس ولاو باش يتهربوا من المسؤوليه ديال الفشل ديالهم تيقول لك لا راه حاضيني وديري ليا وفاعلي ليا وتاركي ليا وصبحت على فلان وفرت لان، وهذا الشيء كامل ما عنده حتى شي معنى، بالعكس بل هو شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا الكون هذا راه عنده إله هو اللي كيسيره كيف ما بغى ووقت ما بغى، وهو اللي كيتحكم في كل صغيرة وكبيرة. وهذه الظاهرة سبحان العظيم ديال التطير وديال الشؤم كانت من أيام الجاهلية، وجاء الإسلام وحرمها وباقي كنجروا فيها إلى يومنا هذا. وهذه من المظاهر الشركية الخفية اللي بزاف ديال الناس تيغفلوا عليها. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الحكاية، وكنتمنى أن نكون استفدنا منها واستفدنا من المعاني ديالها. ودابا غادي ندوزو للحجاية ديال هاد الحلقة. وحجيتنا اليوم كتقول: حاجيتك ما جيتك على الليف، والليف مركبو عالي ومقامو عالي، يقول اللي بغى والناس تسمع ليه ولا من يرد عليه. اللي عرف الجواب ديال الحجاية ينزل لقسم التعليقات ويخلي لنا الجواب دياله. وأما أنا فكنعطيكم موعد إن شاء الله في حكاية جديدة وفي حجاية جديدة، ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو ليا فراسكم ونشوفكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم.